تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تتكون من 16 شخصا بخصوص قضية تكوين جمعية أشرار، الغش الضريبي، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، مخالفة الشريعة والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية والمشاركة باستعمال شركات وهمية للمتاجرة في التبغ. وعليه تم الضبط وحجز مبالغ مالية معتبرة قدرت ب 32 مليار و 500 مليون سنتيم، كذا مبالغ مالية بالعملة الصعبة قدرت ب 21,330 أورو و 300 دولار أمريكي، مع استرجاع 22 مركبة من مختلف العلامات، وحجز بضاعة قدرت ب 22,450 علبة تبغ مختلفة الأنواع، و 17,000 وحدة من التبغ للترشق، و 240,000 وحدة من ورق التبغ. الأموال المتأتية من عملية الغش والتهرب الضريبي تم استثمارها في شراء عقارات داخل وخارج الوطن، تم تقديم المشتبه فيهم أمام سيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً.